هذا رأيه للدكتور سيد غنيم. بس نسمع من منير الجاغوب مرة أخرى شلومو كان بيقول أنه يعني أنت لما ذكرت بألم وتحدثت بغصة أنه يعني ما في وحدة فلسطينية، قال شلومو بأنه إسرائيل لا تتدخل وليست لها علاقة، علما أنه يعني شلومو ما بعرف أنه من أول ما يعني احتلت إسرائيل فلسطينية وهي تتدخل بالصغيرة والكبيرة. يعني هو السيد شلومو يعلم جيدا بأن كل مشكلة الشعب الفلسطيني في الاحتلال، يزول الاحتلال تزول كل المشاكل الداخلية، يعني لم يبقى أحد يحتل أحد في العالم إلا إسرائيل تحتل الشعب الفلسطيني. يا أخي حلوا عن الشعب الفلسطيني، وإحنا كفيلين نحل مشاكلنا الداخلية، وما تكون أنتوا جزء منها، انسحب من الأراضي اللي احتلتها، ما تعبث في الحالة الداخلية الفلسطينية، ما تساعد على الانقسام الفلسطيني الداخلي، ما تخلي جيشك رايح جاي داخل الأراضي الفلسطينية. يعني حتى هم لما بيحكوا عن دولة منزوعة السلاح، طب ما هو الرئيس محمود عباس قال لهم احنا مقابل الصاروخ بدنا نبني مدرسة، ما بدنا احنا لا دولة مسلحة ولا صاروخية ولا نووية، احنا بدنا دولة فيش فيها احتلال، انا بدي اطلع من جنين وبدي اروح على رفح بدون ما اشاهد الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ولا بدنا مدافع ولا طيارات وبدي ولا اطلع من دبابات، الضفة بدنا الغربية مدارس وبدي اطلع من الضفة الغربية ويكون الباسبور الختم بالضبط فلسطيني. فلسطيني، هذا اللي بيبحث عنه الشعب الفلسطيني. هلا الاحتلال لا، هو بده يضع استيطان في الضفه، وبده يكون يعني موجود، وبده هو اللي يسيطر على مقدرات الشعب الفلسطيني وعلى مياهه، وصنع الجدار اللي فصل رسم الحدود، الان بيعمل شوارع التفافيه مشان يفصل الفلسطينيين عن بعض. انت اخوي محمد كنت من فتره هنا في فلسطين، صحيح من 10 ايام او اسبوعين، صحيح، وشاهدت الشارع الموجود من زعتره اللي بوصل له، شو هذا الشارع؟ مش شارع لخدمة الناس، هذا شارع استيطاني التفافي صحيح، فصل قرى جنوب نابلس عن بعضها البعض بحجة أن هذا الشارع سوف يكون للمستوطنات. ولماذا أصلا يكون هناك مستوطنات ويكون لها شوارع؟ هذه المستوطنات غير شرعية، بالتالي يجب أن ترحل على الأراضي الدولة الفلسطينية. بالتالي شلومو أو غير شلومو إيش بيفكروا؟ أنت ما بتعرف التفكير الأساسي تاعهم هو كيف يدير الصراع، يستمر الاستيطان، يستمر القتل، يستمر التشريد، تستمر السلطة، تستمر حماس في قطاع غزة، ولكن بوجود الاحتلال. هذه خطة نتنياهو الموجودة، لا يوجد دولة فلسطينية مستقلة. يعني إذا أنت اليمين الإسرائيلي كله، الولايات المتحدة بتقول بدنا نروح، أو كل طيب الإسرائيليين وليس فقط يا اليمين شلومو، تحكي بدنا نروح للدولة، وهم بيحكوا لا فيش دولة خلي شلومو يرد فلسطينية. عليك. طب بس أنا ما في قانون دولي بيحكي انه في دولة فلسطينية، ليش انت بتحكي فيش دولة فلسطينية؟ بدي اذكر شلومو وتتذكر معي، وجوز الدكتور اللواء سيد يتذكر، قبل انتفاضة الحجارة في 8/12/87 كان الجانب الإسرائيلي يعتقد انه استطاع ان يسهر المجتمع الفلسطيني في الداخل خلص بالحياة والرفاهة وهلما جرى يعني بين مزدوجين، ليفاجأ الإسرائيليون بأنه تهب انتفاضة الحجارة. وأنا أتذكر كان عمري يعني 16 سنة، أتذكر يوم عندما كتب كاتب قال كل هذا تعب ال20 سنة اللي خططنا له انهار في يوم عندما بدأت انتفاضة الحجارة. يعني اللي بدي أقوله يا شلومو وهو سؤال، أنه مهما حاول نتنياهو وغيره إطالة أمد الصراع مع الفلسطينيين، قد يهدأ الشارع الفلسطيني سنة سنتين ثلاث ثم يهب من جديد. بالمحصلة الفلسطيني يبحث عن دولة، حرية، كرامة، هوية. سيدي، أعتقد بأن هذه أيضا رغبة الشعب الإسرائيلي على مختلف حكوماته، الرغبة في الحياة بسلام وعدم التعرض لأي هجوم. ربما تسمى هذه عقدة الأمن لدى الشعب الإسرائيلي، لدى الشعب اليهودي، ولكن هذه عقدة يجب أن يتجاوب معها أيضا الطرف الثاني. أي اعتداء قد يقع قد يعرقل ويشوش وينسف كل رغبة لدى أي شخص إسرائيلي، لأنه لم يشعر بالاطمئنان حتى إذا هو كان يساريا أو حتى إذا كان مستعد. أنت لن تشعر بالاطمئنان ما دام الاحتلال موجود، ما دام الاحتلال موجود لن تشعر بالاطمئنان ولا بالسلام ولا بالاستقرار. المشكلة في الاحتلال عندما يزول تزول كل آثار هذا الاحتلال مع الاحتلال. سيدي، نحن في دائرة سحرية ليس لها نهاية وليس لها بداية. لها نهاية، إنهاء الاحتلال نهايتها. لكي ينهى الاحتلال يجب أن تكون زعامة واعية لدى الطرفين،
لدى الطرف يا الإسرائيلي. أخي الزعامة، وإذا لم تتواجد يبقى الاحتلال؟ سيد انت بدك تسمع بس نص جواب، اسمع كل طب جواب تلاقيني انا ماشي انتوا وبتجاوب يعني معك. دخلتوا في صلب الموضوع في نهاية الحلقة، بس بدنا نعمل حلقة أخرى لاستكمال ذلك لأنه انتهى الوقت. شكرا من يعني رام الله منير الجاغوب القيادي في حركة فتح، من القدس شلومو أهلا جانور وسهلا، المحلل السياسي، معي في الاستوديو اللواء سيد غنيم. شكرا انتهت جزيلا. حلقة استراتيجية لهذا اليوم، تحياتي.